مبارك عليكم الشهر. أنا أخذكم نهى نبيل وسعيدة بمشاركتي في هذا الجزء من برنامج نخوة. تابعت البرنامج من موسم الأول وكفكرة أمانة كثير استهوتني، حبيت لأنها تجربة جديدة ومختلفة، التنكر في شخصيات جديدة، تكون بين الناس والناس معارفة أنت منه. في زمن الناس دايماً تقول أنه العالم تغيرت والزمن تغير وصارت اليوم العواطف منتقات، جميل أن يكون في برنامج مثل هذا البرنامج يثبت العكس. طبعاً عرض علي مجموعة سيناريوهات مختلفة، اخترت مشهد مرتبط فيني أنا كأم، يعني حسيت الشخصية كثير تشبهني لأنها أم وودها ترضي عيالها بكل طريقة وتشتغل ليل مع نهار عشان توفر لهم احتياجاتهم واللي يبونه، فمؤلم جداً بعد كل هذا أنها تحس أنها مقصرة. من هنا يبتدى الاستعداد والتحضيرات للشخصية، التجهيز بالميكب. مشكلتي إن لما أدخل على أي مكان ناس تعرفني من نمرة صوتي، من عيوني، من لون بشرتي، فكان لازم نحن نغير الشكل بشكل جذري إنه ما يشكون لو 1% إن هذه نهى نبيل. اتصلت على زوجي فيديو كول علشان اشوف اذا عرفني او لا، فكان ردة فعله انه متفاجئ لانه ما عرفني. وبعد ما كل شيء صار جاهز اتجهنا الى موقع التصوير، الكاميرات كانت اوريدي مسوي لها سيت اب وجاهزه وفي مكان التصوير، ودخلنا الى المشهد.